قيس المرشد. أهلا بكم. خلية لإدارة الإصلاح أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيلها مؤخرا وحددت أهدافها المناطة بها ورسمت السياسة الخاصة بإدارتها. وهنا تطرح جملة من التساؤلات عن ما الذي يميز هذه الخلية عن سابقاتها وما مدى قدرتها على مجابهة الروتين وتناقض القرارات والقوانين وصولا إلى تحقيق أهدافها. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية، إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجا. الاختيار الأفضل هو الوطني. خلية جديدة يشكلها مجلس الوزراء أطلق عليها خلية الإصلاح. منحت الخلية صلاحية التعاقد مع الخبراء والتنفيذيين من دون أجر، على أن يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس الوزراء وتتولى جملة من المهام، أبرزها الإدارة التنفيذية لبرنامج الإصلاح بشكل كامل تحت إشراف اللجنة العليا للإصلاح، وتقديم الدعم لمسؤولي مشاريع برنامج الإصلاح والفرق التنفيذية ذات الصلة بهدف تحسين الأداء والتأكد من اختيار أفضل المسارات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة، فضلاً عن تعزيز التواصل بين مسؤولي المشاريع وفرق العمل في الأمور التي تخص كل مشروع وتنسيق الترابط بين المشاريع المختلفة ضمن برنامج الإصلاح بهدف تعزيز التكامل والتزامن في التنفيذ. كذلك التعامل مع المستجدات مباشرة كمستوى أول لرفع التقارير وحل المشكلات، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ الأنشطة الأساسية وتقديم الأداء بشكل مهني مستقل، والمساعدة في تحقيق الإجراءات المطلوبة من مسؤولي المشروع في حال تلكؤ التنفيذ أو حيوده عن المسار الصحيح. وكذلك متابعة ومحاسبة مسؤولي مشاريع برنامج الإصلاح في حال التلكؤ في تحقيق الأهداف المقررة ضمن الجدول الزمني المعتمد. لكن هل ستطبق مؤسسات الدولة قرارات الخلية أم أنها ستبقى حبرا على ورق؟ وما مدى نجاح مهامها وما فرقها عن اللجان التي سبقتها؟ بالإضافة إلى تساؤلات كثيرة، الوقت هو الكفيل بالإجابة عليها. لبرنامج دينار، علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني. نقدمه بكل حب لكل وطني. أما ضيوفي لهذه الحلقة فهم أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، أرحب وأجمل ترحيب بضيوف الكرام، وأبدأ مع الخبير في القطاع الاقتصادي السيد صالح الهماش. مرحبا أستاذ صالح. أهلا وسهلا، حياك الله. أسأل حضرتك بداية، ما الذي يميز خلية إدارة الإصلاح التي أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيلها مؤخرا عن ما سبقها من مجالس وخلايا أخرى لإدارة الإصلاح الاقتصادي في البلد ولجان أيضا؟ تحية لك أستاذ قيس وإلى مشاهديكم الكرام لضيوفكم الكرام. طبعا أستاذ قيس، اليوم العراق بأمس الحاجة إلى التغييرات الإدارية والمالية، كون أن النظام الموجود العراقي هناك خلل في بنية النظام
الإداري والمالي العراقي، لهذا يحتاج لإصلاح هذا الخلل الموجود، هو ولد هذا الفساد. اليوم اللي الخلية اللي شكلت يعني لحد هذه اللحظة، هي هناك كثير من اللجان يعني شكلت بهذا الموضوع، اليوم سميت بخلية، تغير الاسم، لكن هل ستتغير النهج مالتها، وهل سيكون هناك رؤى حقيقية لتطبيقها؟ هذا ما نشاهد. لا نريد أن نكون متفائلين أكثر، نأمل من أن تكون هذه الخلية تختلف عن سابقاتها. ميزها أيضا أنها ستتعاقد مع خبراء في الاقتصاد وفي الإدارة وفي القانون وفي المالية غير حكوميين، ربما قد يساعدوها في طرح رؤى جديدة لتطوير النظام الإداري والمالي. نحن في العراق نعاني من مشكلة حقيقة، هي المشكلة في مثل ما قلت لك في بنية النظام الإداري وبنية إدارة الدولة العراقية من حيث الإدارة والمالية والمحاسبية، هي اللي تولد هذه المشاكل. فيحتاج إعادة النظر في هذا النظام الإداري، يحتاج صياغة القانونية لهذا النظام، يحتاج أيضا رؤية جديدة إدارة الدولة العراقية وفق متغيرات المرحلة الحالية من حيث المشاكل الاقتصادية اللي يمر بها البلد والمنطقة والعالم، سواء بسبب جائحة كورونا أو بسبب الانفجار السكاني اللي يشهد العراق ويشهد العالم كله. تمام، انتقل إلى ضيف الآخر وأرحب بمرة أخرى، الخبير في القطاع القانوني السيد علي التميم. مرحبا أستاذ علي. الله والنبي بحييك أستاذ قيس. نرحب بك أجمل ترحيب. أستاذ علي، كما تعلم بأن هناك لجان وخلايا سابقة ومجالس ل إدارة الاقتصاد وسابقة طبعا، وكان المفترض أن تحقق إصلاحات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع، لكن جميع تلك المجالس والخلايا قد اصطدمت بقوانين وقرارات متناقضة ما بين قرارات مجلس قيادة الثورة، قرارات قوانين مجلس قيادة الثورة أيضا، القوانين والقرارات الجديدة، بعض التعليمات في الوزارات. ما مدى مقبولية توجه خلية إدارة الإصلاح الحالية، وما مدى أيضا مقبوليتها ونجاحها لدى أو في المرحلة المقبلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي أستاذ قيس وضيفك الكريم وسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد لنقر ابتداء بأنه اليوم الذي يقود العالم هو الاقتصاد. الاقتصاد هو الحصان الذي يسحب عربة السيادة أو السياسة كما تسمى. هناك اليوم منظومات اقتصادية تسمى منظومة المصالح المشتركة، خذ مثلا منظومة بريكس 20-8، شنغهاي، هذه كلها أستاذ قيس أحدثت تغييرا في الخارطة السياسية. جزيرة القرم عندما حصلت الإشكالية مع روسيا، يعني الشركات الروسية عطلت الاقتصاد الأمريكي والبريطاني، وبالنتيجة انتصرت روسيا. لهذا أردت أن أتحدث عن الجانب الاقتصادي المهم جدا في جوانب الحياة. هذه الخلية التي شكلت مهمة ومهمة جدا، لكن ما الذي تحتاجه؟ تحتاج إلى أن تمتلك المقود القانوني الذي يمكنها من الوصول إلى أهدافها. مثلا أستاذنا، يشرع بها قانون، أو ثانيا ترتبط بهيئة النزاهة، أو ترتبط بالإدعاء العام. لماذا أستاذ قيس؟ في سبيل أنه شرعنت عملها، حتى في سبيل أنه القرارات التي تتخذها تتخذ الجنب القانوني، تستطيع من خلالها أن تتخذ الجانب الرقابي والعقابي والجزائي وتحقيق أهداف العقوبة الجنائية في الردع. هذا أولا. ثانيا أستاذ قيس، نقطة مهمة جدا، نحن في العراق بصراحة، وأستغل برنامجك الكريم، لدي بحث بهذا الجانب، أنه العراق يحتاج إلى التحرك الدولي للاسترداد الأموال العراقية المهربة لحل الإشكالية الاقتصادية، خصوصا أنه عنده مبلغ حسب تقرير الأمم المتحدة 500 مليار دولار. والمبلغ أستاذ قيس ديون العراق على بعض الدول، هذا ليس ديون، هذا مهربة على شكل جراب. وإحنا عندنا اتفاقية غسيل الأموال لعام 2005 اللي صادق عليها العراق 2007 بالقانون 37، اتيح للعراق اولا ان يطلب استرداد هذه الاموال، واحد. ثانيا، عندنا بالبنك الفدرالي الامريكي 65 مليار دولار تعود للنظام السابق، وتعرف جرابك انت اقتصادي متابع، كل سنه الرئيس الامريكي صدر بها قانون لحمايتها من هجمات الديون. هاي اثنين. ثالثا، نقطة مهمة جدا لم يتطرق لها احد، وهذا اختصاصي في القانون الدولي استاذنا، انه المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية ان تطلب مساعدة مجلس الأمن
في المساعدة الاقتصادية أقصد. تعرف داعش كان تحت الفصل السابع بموجب القرار 21/7. إذا العراق يستطيع أن يطلب مساعدة مجلس الأمن وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، عندنا معها اتفاقية 2008، العراق يستطيع أن ليس فقط يسترد هذه الأموال، يستطيع أن يطلب المساعدات الإلزامية من العالم، لأنه إحنا خضنا حرب عالمية ثالثة. صحيح. ضد الإرهاب. زين. هذا كله ليش بدأ يصير أستاذ علي هاي المطالبات؟ أنا برأيي هو هذا اللي ردت أصل لك، أنه هذه الخلية يحتاج إلى أن تنسق، شوف تنسق مع وزارة الخارجية، الدبلوماسية العراقية، ممثل العراق في الأمم المتحدة، هذا مهم جدا. اليوم في العراق أتحدث وفق النقد الدستوري، لدينا يعني ضعف في التحرك الدولي، ضعف في استخدام التحركات الدولية لاسترداد هذه الأموال المهربة، وطبعا بسهولة نسترجعها، ليس فقط الأموال، حتى المطلوبين وفق الانتربول الدولي الاتفاقية اللي هي مقع عليها 193 دولة. والعراق يعني كما يقال اليوم مدلل، لأن أنقذ العالم من أعتى تنظيم وحرب عالمية ثالثة وتنظيم داعش. لهذا أنا برأيي التحرك الخارجي هو أفضل، ويعطينا مقبولية كبيرة جدا في أن نسترجع هذه الأموال التي تنقذ البلد من هذه الضنكة والضائقة المالية الشديدة. تمام. أستاذ صالح، كما تعلم بأن حكومة السيد العبادي قد أطلقت خطة في وقتها للشروع بإصلاحات اقتصادية واسعة، وكذلك تلتها حكومة السيد عادل عبد المهدي بإطلاق يعني حزمة لتحفيز الاقتصاد الخاصة بقرارات تحسين البيئة الاستثمارية، قرارات تحسين القطاع السياحي وبقية القطاعات الأخرى، لكن للأسف الشديد لم نلمس أي تطور ملحوظ في الاقتصاد الوطني على مختلف القطاعات بسبب عدم تفاعل مؤسسات الدولة العراقية وبعض الموظفين وبعض المسؤولين مع ما يصدر من قبل الحكومات العراقية من قرارات. ما الذي يمكن أو ما الذي أو هل سنجد أيضا معرقلات، نفس المعرقلات أمام خلية إدارة الإصلاح التي أعلنت عنها أيضا حكومة السيد الكاظم؟ طبعا استاذ قيس، العراق يعني يعاني من مشكله، انه الحكومات السابقه لم تميز ما بين الماليه والاقتصاد، هذه مشكله كبيره جدا. لذلك كل المبادرات اللي كانت هي تنصب في اطار الماليه العامه للدوله وليس في اطار الاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي مجموعه نشاطات وليس اداره مال، لذلك هي كانت كل هذه المبادرات عباره عن اداره المال، لذلك خضعت للقانون الاداري وللنظام المحاسبي الموجود والمالي في العراق. زين. اليوم خلية الإصلاح اللي خلية إدارة الإصلاح اللي شكلت اليوم إذا استطعت أن تميز ما بين الاقتصاد والمالية ربما ستنجح بشكل كبير جدا. عندما تنظر إلى القطاعات الاقتصادية ولا مجموعة الأنشطة الاقتصادية بالموجودات الموجودة، الموجودات الاقتصادية، أتكلم عن الموجودات الاقتصادية من مشاريع، من مصانع، من منشآت، من بنى تحتية، وأن تكون متهالكة لكن ممكن إحيائها بسهولة كونها موجودة، يحتاج لها بعض الإدامة وبعض الصيانة والحفاظ عليها، وربما بعضا يعمل بطاقة 50% و40%، ممكن رفعها إلى 60% أو 70%، ممكن تساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي بعيدا عن المالية، ممكن أن تنجح. لكن إذا بقت بنفس العقلية التي تفكر بها الحكومات السابقة بطريقة إدارة المال، لا أعتقد ستنجح بهذه الطريقة. اليوم العراق يعني يعاني من مشكلة، حتى الإدارة المالية أصبحت سيئة جدا، بحيث لم تسعف الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. لذلك انشهد العجز الموجود داخل موازنة العراق، عجز كبير جدا، وأن الموازنة ترفع ب 164 مليار تريليون دينار عراقي، ثم تخفض إلى 127 تريليون، تخفيض 30 تريليون، يعني هذه كارثة، أكثر من 36 تريليون، هذه كارثة، يدل على أن هناك أرقام مضخمة، هناك مبالغة، هناك عدم وجود رؤية حقيقية تجاه ما يجري أو ما يحدث في العراق من مشكلة اقتصادية. لذلك عمدوا إلى هذه الإدارة. هذه الخلية اليوم حتى تنجح وحتى تحقق أهدافها، ولو جزء من أهدافها، لو حققت 10% و15% من أهدافها، ممكن أن نساعد في تجاوز الأزمة. من ناحية ثانية، هذه الخلية عليها أن تضع الأهداف الحقيقية وفق رؤى يعني اقتصادية وفق منهاج، لا يمكن أن تعمل بطريقة الارتجال
أو بطريقة المشاورة، يجب أن تضع هدف. ما هي القطاعات التي ستستهدف؟ لكنها ستعاني من مشكلة عدم تعاطي بعض مؤسسات الدولة أستاذ صالح. يعني مثل ما تفضل الأستاذ صبر. علي يعني رجل قانوني وأخذ الجنب القانونية يعني بدقة جدا، أن يجب أن تأخذ هذه الخلية الصفة القانونية وأن تكون ملزمة قراراتها للتنفيذ. هو الرجل يمكن يعني يوضح هذا أكثر، أن أكو قانون خاص وأكو قانون عام، والخاص يقيد العام، فهي تعتبر من ضمن القوانين الخاصة. يعني يمكن أستاذ علي يوضح هذا أكثر مني باختصاصه. لكن إذا قررت بقانون خاص ممكن أن توقف كل القوانين العامة العاملة، لأن لدينا قوانين تعمل منذ ستينيات القرن الماضي، أكل عليها وشرب الدهر. لذلك عندما نتكلم عن الموظفين، أبسط موظف ممكن أن يعرقل أكبر مشروع بالدولة العراقية بسبب قانون هو يعني معرقلة يعني من باجتهاد منه، وإنما أكو قوانين ونتيجة خبرته ومعرفته بهذه القوانين أخرج لك مادة قانونية أو قرار قديم يعود إلى سبعينيات القرن الماضي أو ستينيات القرن الماضي وقدم ليعرقل هذه المهمة. لذلك يحتاج فلترة للقوانين وإعادة النظر في هذا الشيء. أما إذا أصبحت هذه الخلية بقانون خاص يسن لها قانون خاص، فالقانون الخاص يقيد العام، بحيث أي قانون حتى حديث ممكن هذا القانون الخاص أن يوقفه وأن يسري القانون الخاص، لأن الخلية عندما يكون لها قانون وتكتسب الصفة القانونية والشرعية فتكون ملزمة بالتطبيق، وهناك إجراءات قانونية تتخذ بحق كل من يخالف هذه القوانين. الجدية في العمل، الرؤية وتحديد الأهداف وتحديد الفترة الزمنية والمراحل، ووضع خطة قابلة للقياس وليست خطة مجرد خطة، لكن خطة على شكل مراحل. في المرحلة الأولى تستمر لمدة 6 أشهر، المرحلة الثانية مثلا إلى سنة، والمرحلة الثالثة إلى 2، وتقيم هذه المراحل وتقاس إنتاجاتها وتقيم بطريقة اقتصادية وقانونية ممكن أن توصل إلى نتيجة وممكن أن نساعد. وحتى أن هذه الخلية إن لم تكمل عملها في ظل هذه الحكومة، ربما الحكومات القادمة نحن نتحدث عن هذا جانب مهم، يعني قضية تكملة المشوار، هذه هم أحد أبرز مشاكل القطاع الاقتصادي في العراق. أستاذ علي، إحنا عندنا مشكلة كلش كبيرة بصراحة، الموظف ما جاي يطبق القوانين أو نتيجة لتعدد القوانين والقرارات والتعليمات قام يختار اللي خدمة ويعرقل، وربما بعض الموظفين طبعا وربما يساوم على أثرها وغيرها. احنا عندنا مشكلة بعدم تطبيق القانون، يعني حتى القوانين التي تصدر من البرلمان أغلبها غير مطبق فيما يخص قرار حماية المنتج المستهلك وغيرها من القوانين، على غرار هذه القوانين. عندنا مشكلة بعدم تطبيق القوانين، بعدم تطبيق القرارات. صحيح، هو هذا يعني الموضوع بحث مهم وحساس جدا، ويتعلق ليس فقط في الجنب القانونية أو المواد القانونية. خذ مثلا أستاذ قيس، قانون العقوبات العراقية يتكون من 506 مادة. ماذا في بالك يعني شنو اللي بالك تحتاج أنه تكييف القانوني، الوصف القانوني، أنه تضع واقعة معينة تخلي لها مادة قانونية؟ حتى الجوانب الاقتصادية، جوانب الموظفين لحدود الوظيفة، الرشوة، الاختلاس، كلها موجودة. القوانين الفرعية الرقابية أتحدث، قانون النزاهة مثلا، ديوان الرقابة المالية. كان في السابق رقابة على الموظفين تكون عن طريق المكاتب المفتشين العموميين، ألغيت. لكن من الذي يراقب الموظفين اليوم؟ كيف تتم عملية الرقابة على الموظفين؟ ديوان الرقابة المالية شنو دوره؟ هو الرقابة المالية طبعا جهاز مهم وحساس جدا، ويراقب بشكل دقيق وتذهب له حتى نسخ من العقود. لكن أنت لديك قانون آخر، هو قانون انضباط موظفي الدولة. هذا طبعا رقابة ذاتية على الموظفين، أنه الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة هو يستطيع أن يشكل اللجان التحقيقية عندما تكون هناك مخالفات في داخل الوزارة، أو في تتعلق بعقد، تتعلق بتصرف معين، مخالفة معينة. طبعا ما هي صلاحية هذه اللجنة وفق هذا القانون، قانون ضباط موظفي الدولة؟ ليس فقط العقوبات الإدارية كالإنذار والتوبيخ والسحب اليد، لا، وتستطيع اللجنة أن تحيل هذا الموضوع إلى محكمة التحقيق إذا كان هناك إهمال شديد. بس احنا عندنا مشكلة، مثلا قرارات تحسين البيئة الاستثمارية اللي أصدرت بزمن حكومة السيد عادل عبد المهدي ما جاي تنفذ بالمطلق، ما جاي تنفذ. هو هاي، شوف أستاذ، قرارات تحسين بيئة القطاع السياحي مثلا
هم ايضا ما جاي تنفذ استاذ علي، يعني اكو مشكله. المشكله انا ماكو اكو تهاون، اكو استخفاف. هي بالقوانين والقرارات، هو التطبيق. يعني انت هسه قانون حمايه المستهلك او منع الاحتكار اللي ده تتحدث عنه جنابك، واللي هو واجب التطبيق، هذا ليس فقط غرامات، يعني هو لا يتعلق بالغرامات او بيع المواد الاكسباير او التالفه، لكن اتحدث عن الجهه التطبيقيه اللي تقوم بالتنفيذيه. الاداه، يعني من هي الاداه التي تقوم بالتنفيذ لمنع الاحتكار، لالقاء القبض، للاحاله الى المحكمه. المشكله اللي تتحدث عنها جنابك، طبعا هذه مشكله ازليه قديمه جديده. ليش استاذ قيس؟ لانه انت عندما اتحدث وفق النقد الدستوري، شوف استاذ، انت عندما تشكل خليه اداره للاصلاح، ماذا عليك ان تفكر اولا؟ عليك ان تفكر باختيار الاشخاص اولا اللي راح يقومون بهذه المهمه اولا. ثانيا، انا برايي الجهه القانونيه اللي راح ترتبط بها، انت واشار لها التقرير طبعا، الجهه القانونيه اللي ترتبط بها مهمه جدا. لو تسألني برأيك من هي الجهة القانونية اللي تفضل أن ترتبط بها هذه الخلية؟ من هي أستاذ علي؟ الادعاء العام. ليش أستاذ علي؟ بشكل مباشر. ليش أستاذ قيس؟ حتى شرعا، لأنه الادعاء العام قاضي، والادعاء العام جهاز عظيم وكبير وقادر على إحالة الملفات بالمباشر إلى محكمة التحقيق. وعندما تحال الملفات إلى محكمة التحقيق ليس فيها يا أم ارحميني ابدا، يعني القانون كحد السيف ينظر بعيون اثنين ليس عين واحده. لهذا هي هذا يعني راي شخصي، انه هذه الخليه اذا اريد لها ان تنجح لترتبط بالادعاء العام، صدقني استاذ قيس ستنجح، وكل الملفات التي تجدها بها مخالفات عن طريق الاشخاص والرقابه طبعا باختيار الاشخاص بدقه تحيلها للادعاء العام، ولينظر النتائج الإيجابية. تمام، اسمح لنا أستاذ علي وكذلك أستاذ صالح أن نذهب إلى متابعة موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم، ونعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية، إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجا، الاختيار الأفضل هو الوطني. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني، نقدمه بكل حب لكل وطني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، أعود إلى ضيوفي في الاستوديو الخبير القانوني السيد علي التميمي والخبير في القطاع الاقتصادي السيد صالح الهمام. أستاذ صالح، نعم. ما مدى تعاطي المسؤولين في الدولة العراقية والمسؤولين في الوزارات وبقية المؤسسات الأخرى مع ما أسماهم مجلس إدارة خلية الأزمة بالخبراء
الذين يعملون بالمجان على شكل مستشارين وغيره، هل تتوقع سيستأنسون بآرائهم، ستؤخذ منهم بعض النصائح أو غيرها؟ طبعا نجاح الخلية يعتمد على مدى تفاعلها مع الأعضاء المنتدبين اللي حيعملون بالمجان، سواء كان من ضمن القطاع الحكومي أو حتى خارج القطاع الحكومي، أو حتى الاستماع للآراء رجال الأعمال، سواء كانوا رجال الأعمال كبار أو صغار، وحتى المشاريع الصغيرة والمتناهية بالصغر. عندما تستطيع هذه الخلية أن تجمع قاعدة بيانات كبيرة جدا عن الوضع والمشاكل والمعوقات، ممكن أن تخرج برؤية واضحة ودقيقة إذا وصلت إلى هذا المستوى بالتعامل. لكن إذا تعاملت بطريقة اللجان السابقة، كثير من اللجان، يمكن آخرها مجلس الفساد الأعلى وإلى آخره، لجان كثيرة شكلت، اللجان تعاملت بطريقة هو موظف حكومي وكأنما يسجل الحضور ويخرج. إذا تعاملت بهذه الطريقة ستكون حال باقي اللجان، يعني في مجرد تغيير تسمية فقط، هذه كانت تسمى لجنة الآن سميت خلية، فقط تغيير اسم. لكن إذا تعاملت وفق فلسفة جديدة ورؤية جديدة بالتعامل والتفاعل مع المشكلة وأخذ أراء الآخرين، ممكن أن تحقق نتيجة. بقدر ما تجمع من بيانات، بقدر ما تجمع من معلومات عن وضع المشكلة، ممكن أن تضع استراتيجيات واضحة. دراسة الواقع بجدية وموضوعية يتيح لها اتخاذ القرار. حتى تصل إلى هذا المستوى يجب أن تتفاعل مع الخبراء التي ستتعاقد معهم بالمجان، وكثير من يعني الخبراء ممكن يتعاقدون بالمجان، كثير من الناس يعني متطوعين يكتبون بالجرائد، يعني يكتبون دائما نصائح، وما فائدة كتابة بالجرائد. أو حتى حضرتك أنت اليوم أستاذ قيس بهذا برنامجك المحترم، والأخوان كل كادر قناة العراقية عندما يخرجون بهذه البرامج المحترمة اللي يقدمون النصح لصناع القرار ولا الدولة العراقية، تستفيد من الدولة العراقية من هذه الأفكار وهذه الآراء حتى تستطيع أن تبني استراتيجية حقيقية لبناء أو تطوير النظام الإداري والاقتصاد العراقي. لكن هناك مشكلة قد هي المشكلة الأزلية، هناك مشكلة العمل الكلاسيكي التي تتمتع به اغلب موظفي الدوله، وهذا اللي نحكي عنه. هذه المشكله، العمل الكلاسيكي هذه المشكله الرئيسيه. طبعا احسنت، هذه المشكله اللي تولد هذا كم الهائل من الفساد، هو الكلاسيكيه في العمل او ما يسمى بالبيروقراطيه الروتينيه. هذا النظام البيروقراطي هو اللي يولد هذه المشكله. هذا الرجل اللي متعلم صار له 30 سنه او 20 سنه او حتى سنتين، يعني بعضه هو يجيك جاهز بيروقراطي، يعني مو شرط انه هو ممارس العمل. هذا الفكر البيروقراطي ممكن ان يعيق هذا العمل. لو تعاملت الخليه بهذه الطريقه وبطريقه العمل الوظيفي العراقي، انا اتوقع لها الفشل قبل ان تولد. لكن اذا تعاملت بطريقه جديده ممكن ان تحقق نتائج اكبر واكثر. هناك عوامل كثيره، وعلى اللجنه او الخليه عفوا على الخليه ان تعرف جيدا هناك جهات داخل الحكومه وخارج الحكومه ستسعى لافشالها. هناك جهات مستفيده من هذا النظام المالي والاداري، اتكلم عنه النظام المالي العراقي، ومستفيده من هذا الانهيار المالي. وهناك جهات سواء كانت داخل الحكومه العراقيه او منظومه الموظفين العراقيين او خارجها مستفيدين، سيعملون يعني بشكل كبير لافشالها. فعليها ان تكون هي راح تواجه مرحلتين من التحدي. التحدي الاول حيكون داخل هذه الخليه من خلال الشخوص الذين سيمثلون هذه الخليه وطريقه تعاملهم وطريقه تفكيرهم وطريقه رؤيتهم مع الواقع الجديد ومع تعامل مع المشكله. والطريقه الثانيه هي التحديات الخارجيه اللي ستواجه هذه الخليه، سواء كانت من داخل الحكومه او من خارج الحكومه او من النظام السياسي وبعض الكيانات السياسيه وبعض المتنفذين الذين سيسعون لافشالها. هذا طبيعي جدا، ستواجه هذه المشاكل. اليوم تعتمد قوة هذه الخلية من قوتها القانونية، مثل ما تفضل بالبداية الأستاذ علي، أن تأخذ الصفة القانونية وأن تكون قراراتها ملزمة للتنفيذ، وأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة لم تنفذ هذه القرارات فستحاسب حساب شديد. طبعا بعلم الإدارة، طبعا أستاذ قيس دائما يعني علم الإدارة تقاس المنظمات أو الشركات والمؤسسات بمخرجاتها، بقدر ما تكون مخرجاتها مقبولة إذن العمليات جيدة، بقدر ما تكون المخرجات سيئة ورديئة هناك مشكلة بالعمليات، فيحتاج تبديل وتحتاج تطوير ويحتاج إعادة دراسة بأدق تفاصيلها ودق أمورها وعدم التهاون مع أي مبرر، لأن المخرجات أصبحت سيئة. تمام بالضبط، هذا بهذا الشكل. تمام أستاذ صالح، اسمح لي عفوا عذرا عن المقاطعة، ننتقل إلى أستاذ علي. أستاذ علي، احنا يعني أنا لازم أرجع وأكد، ولازم كنا نرجع نأكد على قضية عدم تطبيق القوانين والقرارات. هل العراق بحاجة إلى قوانين وقرارات تحمل في طياتها عقوبات من نوع فريد بحق المسؤول أولا والموظف الذي يخالف تطبيق القوانين والقرارات التي تسعى إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة
للقطاع الخاص العراقي والأجنبي. والله يا أستاذ قيس، هي الموضوع ليس موضوع قوانين. يعني بالعراق عندي إحصائية 27,000 قانون، يعني باستثناء الدستور 27، شوف الرقم 27,000 قانون في العراق، تشريعات يعني برنامجك اقتصادي، اقتصادية شنو ببالك يعني أنت؟ كل التشريعات موجودة الاقتصادية. ليس ليش وضعنا هيك استاذ علي؟ يعني 27,000 قانون ألاف التشريعات. المشكلة ليس في أنت تتحدث عن المخالفات التي تحصل وتطبيق القانون. يعني شوف استاذنا، أهداف العقوبة الجزائية في القانون الجزائي شنو هدفها؟ الردع والعدالة الاجتماعية. مثل ما هنالك شخص يستغل المال العام، يهدر المال العام وتروح المحكمة على المادة 340 لعقوبتها سجن 7 سنوات، وهناك من يدافع عنه ويطلب تخفيض العقوبة وربما يحكم 2 سنين. علينا أن ننظر إلى الجانب الآخر استاذ قيس. الجانب الآخر منه المتضررين، النازحين، المساكين، الفقراء، نسبة الفقر المتدنية، المدارس اللي ما بنيت، الكهرباء. أنت عليك القانون لا ينظر بعين واحدة استاذ قيس، القانون ينظر بعيون 2، وعند ميزان كميزان الذهب وحد كحد السيف والخنجر. لهذا استاذ قيس المشكلة لا تتحدث، شوف تحيل شخص على الرشوة على المادة 307، عقوبة المادة 307 308 310 اللي هي الرشوة في قانون العقوبات عدلت بالقانون 160 10 سنوات، قاسية 10 سنوات استاذني. الاختلاس، عقوبة الاختلاس مادة 315 قانون العقوبات 15 سنة، تزوير 15 سنة، عقوبات صارمة وقاسية قانون العقوبة. لكن انت لكن هو اللي يصير مو هيك، يعني اكو ناس اقتلست مئات ملايين الدنانير العراقية وبنفس الوقت انحكمت 7 سنوات. هي يعني اتحدث عن الردع. الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. الهدف من العقوبة الجزائية لا يؤخذ عليه التشدد، لكن نحن في هذه المرحلة طبعا. كل دول العالم التي تخرج من الحروب تتشدد في العقوبات، تبطش بالمجرمين في سبيل أن تحد من الجريمة، ليس تتساهل في سبيل الشيوع. نحن مصنفين من قبل منظمة الشفافية الدولية من الدول الأولى في الفساد الإداري والمالي. لم تفلح الجهات الرقابية الكثيرة. ومثل يتحاسب لك واحد المنظمات الدولية تقول لك على كيفك وحقوق إنسان ودير بالك عليه. بهاي التأسيس تمام تمام استاذ علي، اسمح لنا عذرا على المقاطعه، اسمح لنا وكذلك استاذ صالح نذهب الى متابعه عالم الارقام في هذه الدقائق. هذا البرنامج برعايه شركه النرجس للمقاولات العامه، الشركه الاولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتيه، ماء، مجاري، طرق، وفق ادق المواصفات العالميه. برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. أستاذ صالح، العراق يعاني من عدم الاستمرارية
يعني شكلنا مجلس في حكومة معينة ربما بعد عمر الحكومة بسنتين نشكله، وما أن ينتهي عمر هذه الحكومة يتم إلغائها من قبل الحكومة التي تليها، وهكذا. هذه السياسة موجودة في كل مؤسسات الدولة. كلما أتت وزير أمة لعنت أختها. وزير شكل استراتيجية معينة خلال سنة سنتين، أجل الوزير اللي بعده إلغائها، مدير عام وكذلك، وهكذا. غياب استراتيجية، تقطع أوصال الاستراتيجيات الموجودة في العراق. يعني سمة الحكومات العراقية أنها يعني عندما تأتي حكومة ما تفضلت تبدأ من جديد ولا تنظر إلى السياسة أو القوانين أو الرؤية للحكومة السابقة. وبالأحرى هي الحكومات يعني منذ 2003 لم تضع سياسة أو حتى لم تضع خطة حقيقية. ربما وضعت خطة 18-22 وكانت خطة هي أكثر ما تكون هي خطة فلسفية أكثر ما هي خطة واقعية غير قابلة للقياس. هذه الخطة، لذلك هو خطة قصيرة. كان المفروض أن تضع خطة تستمر لمدة 10 سنوات تستهدف مجمل القطاعات التي تعاني من مشاكل أو تطويرها أو إنشاء قطاعات جديدة. هذه الخطة ممكن أن توضع، لكن المشكلة اليوم أن العراق يفتقر لقاعدة البيانات. الحكومة العراقية تصور على مستوى وزير التخطيط يخرج بالتلفزيون ويقول أنا ما أعرف عدد موظفي الدولة، واللي هي مفروض البيانات كلها في وزارة التخطيط. عدم وجود قاعدة بيانات هو اللي عرقل هذا العمل أن تضع خطة حقيقية. يعني نحن نحمل الحكومات السابقة أخطاء وبنفس الوقت نشخص هذه الأخطاء وين تكون الخطأ. أنه لا تستطيع أن تضع خطة إن لم تكن لديك قاعدة بيانات دقيقة. بقدر ما تكون قاعدة البيانات دقيقة بقدر ما تكون قراراتك دقيقة. لكن عدم وجود قاعدة بيانات أدى إلى هذا الشيء. لكن تمام استاذ صالح، لكن بنفس الوقت يعني أنه عدم وجود قاعدة بيانات لا يعني عدم وضع خطة. وضع خطة حتى وإن كانت تقريبية طويلة الأمد حتى تستطيع الحكومات القادمة. تمام استاذ صالح. استاذ علي، العراق بحاجة إلى قوانين خاصة بديمومة استمرار استراتيجيات التي تضعها الحكومات أم الوزارات؟ والله أنا أعتقد أستاذ قيس تحتاج إلى يعني بعض القوانين أو تعديل بعض القوانين. ليش أستاذنا؟ لأنه أغلب القوانين العراقية صدرت في حقب زمنية بعيدة، مثلا في الخمسينات، في الستينات، في السبعينات، في الثمانينات. طبيعة المجتمع، تركيبة المجتمع، حتى الأيديولوجية اللي كانت سائدة، النظام السياسي السائد يختلف عما كان عليه الآن. كان النظام السياسي رئاسي اشتراكي، اليوم رئيس مالي برلماني. لهذا أنا برأيي إعادة ترتيب القوانين، تعديل بعض المواد الموجودة فيها بشكل ينسجم مع التغيرات السياسية الحاصلة. خذ مثلا في الدستور العراقي أكثر من 50 مادة تقول لك وينظم بقانون ما يتعلق بالاقتصاد، بالأسرة. أسألك أستاذ قيس وأنت يعني ضليع بالاقتصاد، ما هو شكل النظام الاقتصادي في العراق؟ مجهول لحد اللحظة. هلامي أستاذنا، لا هو يعني اشتراكي ولا هو حر اقتصاد السوق. إذا كان حر وين القطاع الخاص أستاذنا؟ وين التشجيع القطاع الخاص؟ وين المشاريع الصغيرة؟ وين دعم الدولة؟ وبنفس الوقت كأنه اشتراكي، لأنه الدعم الدولة دعم بشكل كبير للتوظيف بشكل هائل جدا. لهذا هو غير واضح المعالم. أنا برأيي يعني قوانين الاقتصاد هي تحتاج إلى إعادة ترتيب حتى يعني على الأقل للتطبيق على أرض الواقع الاقتصادي، مهم جدا حتى ينقذنا كما حصل في يعني الدول الآسيوية، جنوب شرق آسيا اللي نمور السبعة اللي نهضت بشكل عجيب غريب وتطورت وتفوقت حتى على الدول الأوروبية. يعني العراق يحتاج إلى أنه حقيقة إلى نهضة اقتصادية. تمام أستاذ علي، مدعومة بالقوانين. اسمح لنا وكذلك أستاذ صالح أن نذهب إلى متابعة أبرز رحلات الخطوط الجوية العراقية اليوم غد. هذا البرنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات.
هذا البرنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. في الختام أتقدم بشكر جزيل للضيوف الكرام، الخبير القانوني السيد علي التميمي والخبير في القطاع الاقتصادي السيد صالح الهماش. شكرا لكم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم في أخرى، دمتم في أمان الله.